السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذه ان شاء الله غادي نديروها كفيديو تفسيري اللي كيجاوب على بعض الاسئله اللي كتطرح بالنسبه لو ديزاين ديال لي ستيكر ديال لي موطو. ففي هذا السياق الشركه ديال ريمكو خمات الناس اللي مثلا كتبغي انها يكون عندها الموتور سامبل، يكون يعني في واحد لو ستيل اللي هو ايبوري يعني صافي، او حتى بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا واحد النوع من الابداع والتشخيص ديال الموتور باش انه مثلا الموتور يبيرسوناليزيه في الشكل اللي هو باغيه وفي الشكل اللي هو كيعجبو. ففي هذا الفيديو غادي نوريكم الطريقه اللي هي سهله باش الواحد يقدر يحيد لي ستيكر اللي في الموتور، وكذلك غادي يكون هذا الشيء في ثلاثه ديال لي موديل اللي خديناهم حنا زعما ك يعني ك كمثال، اللي هو لو ريمكو اس 50، لو ريمكو ار ايفو، و لو ريمكو ايرو 50. هنا كما كتشوفوا ثلاثه ديال الانواع وثلاثه ديال الالوان وثلاثه ديال الانواع المختلفه ديال الصباغه، يعني اللي هو فيرني واللي هو كذلك يعني لي موديل اللي هما فيهم صباغه مات. دونك الطريقه سهله باش ما نطولوش عليكم بزاف، غادي نبداو يعني في التجربه في لو ريمكو ار ايفو. وكما كتشاهدوا معنا جبنا واحد ان كوتور، يعني اللي هو شي حاجه اللي هي يعني سهله باش تلقاوها ولا باش تخدموا بها. وكنمشيو لو ستيكر، كنحاولوا انه نحيدوا هذاك لونغل الصغير ديال لو ستيكر، ثم كنجروا لو ستيكر. بون نحيدوا هاد لا بروتيكسيون ديال الفيلم بروتيكتور، ثم كنحيدوا لو ستيكر اون لي ميم. كنمشيو مع بهذه الطريقه شويه بشويه حتى كيتحيد كليا. كتلاحظوا معايا تتبقى يعني الصباغه دوريجين ديالو. بطبيعه الحال كان يعني كنكملوا العمليه في لي ستيكر الاخرين، لا بالنسبه لهذا لو ستيكر ولا بالنسبه لاي ستيكر اللي هو يعني موضوع في الموتور. وطبيعه الحال ممكن ان الواحد مثلا ما يحيدش لي ستيكر كلهم، يخلي يعني بعض لي ستيكر لانه يعني عجبوه. على سبيل المثال ممكن يعني هذا الموتور نخليو له غير هذا لي ستيكر اللي هما كاينين في الجناب، هذا لا بوند اللي هي دايره معاه، ونحيدوا يعني لي ستيكر الاخرين كلهم، او ثاني نحيدوا كل شيء ونطبعوا دي ستيكر جداد اللي هما يعني كيتميزوا بداك يعني بداك التشخيص ولا بداك لو ديزاين اللي حنا بغينا نحطو في الموتور ديالنا، ونعاود نلصقوهم. ندوزو للموتور مثلا S50 مثلا، نقدروا مثلا نديروا العمليه بهذا الستيكر كذلك ومثال. هادشي بطبيعة الحال خصو واحد شوية الصبر. وكذلك مثال اخر موديل اللي هو الايرو، حتى هو نقدروا نديروا نفس العمليه. يعني يكفي انه الواحد يعني يقلع لو ستيكر واحد شويه بالموس وتيمشي معاه بهذه الطريقه.
ودابا باش ما نطولوش عليكم الفيديو غادي نديروا واحد التايم لابس باش تشوفوا الشكل ديال الموتور لما غادي نحيدوا ليهم لي ستيكر كليا وغادي يبقى الموتور يعني ما فيهش داك لا شارج وكيبان صافي وكيتجاوب مع الاذواق ديال بعض الناس اللي هما تيبغيو الموتور يكون في هذا الشكل هذا. فهنا كما كتلاحظوا كيقدر يبان الموتور بواحد الشكل اخر يعني ان ستيل اللي هو ايبوري. وكما كتشوفوا مثلا حنا اختارينا انه نخليو واحد بعض لي ستيكر مثلا هاد لي دو ستيكر اللي كاين هنا اللي كيعطيو واحد اللمسه كيف ما كان ممكن انه نحيدوهم كليا. كذلك مثال بون اختارينا انه نخليو هاد لي دو ستيكر اللي هما في الكاربو. ولكن كما كتشوفوا يعني هو الموتور يعني ولات فيه واحد النضرخه واحد الشوفه اخرى. وغادي دابا غادي نتابعوا نفس العمليه يعني لي دو زوت موديل فتابعوا معنا في التايم لابس. دونك كما شفتوا دابا الاخوان حيدنا يعني لا بلوبار ديال لي ستيكر اغلبيه ديال لي ستيكر حيدناهم خلينا غير يعني بعض لي ستيكر اللي هما كيجيو يهرسوا شويه اللون. طبعا بطبيعه الحال كما قلت لكم ممكن ان لي ستيكر كلهم يتحيدوا وانتم كتشوفوا يعني بهذه الطريقه الشكل يعني ديال الموتور الجديد اللي هو سان ستيكر واللي بكل صراحه يعني صافي ستيل يعني بيغ كيبين كاع لي شايب ولا كاع لي فورم يعني لو ديزاين كله ديال الموتور يعني كيخرج وكيبان وكيعطي واحد النوع من الاناقه. نمشيو دابا لريمكو الاس 50 ويعني نتابعوا العمليه. فهنا كما كتشوفوا معنا العمليه كملات ثلاثه ديال يعني هاد ثلاثه الموديلات اللي اختاريناهم. دونك كما كتشوفوا معايا يعني الموتور تقريبا تغير نقولوا الشكل ديالو لاسيل. الاس 50 والار ايفو كذلك. واخيرا هاد البلاستيك هادو.
كتشوفوا لا سيل حتى هي تريكولور، ثلاثه ديال الانواع ديال لو كوير. هنا واحد لو كوير غرانولي، هنا ان كوير اللي هو ليس ولا يعني فيه واحد لا تيكستور ملسا، وهنا ان كوير اونغري. كاين البوار تاع هي راه كتجي سامبل، فيها التخطيط هذا كيما وريتكم. فكما كتشاهدوا معنا هذا لو ريزولتا فينال، تيبانو فيه المواطر سان لي ستيكر، ديزاين ايبوري، فيهم نظره اخرى، شوف اخرى. وبغينا نغتنموا الفرصه باش نوصلوا لكم انه كما نتوما كتشاهدونا وكتتبعونا، فكذلك حنا كنشاهدوكم وكنتبعوكم، لا في التعاليق ديالكم لا في الاراء ديالكم. وغادي نعلنوا ان شاء الله عن قريب على مسابقه اللي غادي تكون على شكل يعني احسن ابداع في الستيكر، واللي غادي تكون بالنسبه لنا فرصه باش نهنيو ونحييو الشباب الدراجين المبتكرين، وكذلك لما لا حتى الحرفيين اللي هما كيصوبوا هاد لي ديزاين ديال لي ستيكر وكيقوموا ب يعني الخدمه ديالهم على المواطر. فبكل صراحه انجازات في المستوى. فغادي نضربوا معكم الموعد ان شاء الله عن قريب، ونخليكم مع لا سينيماتيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. This is